السلام عليكم أصدقائي في حلقة جديدة من توقعات تشيلسي. بما يخص كورس غدا إن شاء الله، كورس غتكون من 13 عود، مسافة 2150 متر، بري 44,000 أورو. يعني الكورس غادي يكون فيها المفاجأة وغيكون فيها التوكار. كنت منه إن شاء الله تكون توقعات ديالنا صحيحة. هذا هو الجدول، ودائما أصدقائي السطر الأول يتضمن الفافوريس سيليكسيون، يعني 9 و3 والعشرة والثمانية والحداش، هذا هو الفافوري ديال الكورسا. دوزيام فافوري أصدقائي السطر الثاني 7 2 1 5 6، هادو كيبقاو مرشحين وراء الفافوري. السطر الأخير وهو 4 13 12، كانت كما لاحظتوا أصدقائي السيمانة اللي فاتت نفس العدد ديال الكورس، نفس العدد يعني 13 عود، وجاو الارقام الاخرين. حذاري اصدقائي، فافوري تيقاو لبنا شحال مره، خيل تنتيقو فيها وما كتربحش. مهم اصدقائي باش تعرفوا الفافوري من الدوزيام فافوري من الطوكال. السطر الاول دائما الفافوري السيليكسيو، يعني هادو غيكونوا بكوطين كوطاج خفيف. السطر الثاني الخيل كتقلب على الديبلاساج، توكال راه المفاجأة ديما المفاجآت. باص لا باص أصدقائي 9 و3 10، ثلاثة الخيل يقدروا يجيو بثلاثة، يقدر يجي غير واحد فيهم، يقدروا يجيو جوج. هاد لا باص أصدقائي لا باص فافوري، يعني السيليكسيو هاد الأرقام راه خفيفة وكلشي غيبازي عليها، وهو كل شيء ممكن. فيت 1 2 7 8 11، هادو كيبقاو زوينين نوعا ما اصدقائي، يعني كل شيء ممكن، كل شيء يعني ما يقدروا ما يجيوش بخمسه ولا، مهم راه تبقاو قراب اللوجيك. بوم، وهي المفاجاه، يعني المفاجاه ديال الكورسا كي اليوم 2، فاش قلنا لكم راه 3 و16 هي المفاجأة، وفعلا جات 13 16 3. 1 5 راه هما المفاجأة ديال الكورسة ديال غدا إن شاء الله. والأرقام الأخيرة دائما كنستبعدوها أصدقائي، كنلعبو قراب اللوجيك والمنطق، بالتغامر لعب الطوكال كل شيء ممكن، هذا هو الحد. توقعاتي أصدقائي 9 3 7 1 11 10 6 8، هادو هما التوقعات ديالي، 8 الأرقام. بتو تزيدو تحصروا اللعب، يمكن لكم تلعبوا هاد اللعبة غير 6 الأرقام ب72 درهم، 9 1 3 6 10 7، 100% لا ريبي محصورة في هاد البليس، هاد في هاد الأرقام أصدقاء. خنخلي لكم الرابط تدوينه في صندوق الوصف، ما تنساوش تطالعوا على الخيل الممتازة. وشكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.